وديننا هذا دين لا يكره المال في نفوس الناس. يعني هذه مسألة أود أن أنبه عليها، وهي أنه انطبع في أذهان بعض الناس أن المال عدو الدين، فإذا كنت صاحب مال فدينك هش، وعلى قدر ما تفتقر يكون دينك قويا. هذه فكرة لا يقرها الإسلام أبدا إطلاقا، وعليها دلائل، يعني هناك دلائل تنقض هذه الفكرة وهذا التصور. ديننا لا يؤمر بذلك إطلاقا. قال صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. فالدين لا يأمر ولا يحض على الفقر أبدا إطلاقا. ولذلك لما جاء جائن إليه صلى الله عليه وسلم في أمر الوصية، كان يريد أن يوصي بكل ماله، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى أن قلص الوصية إلى مقدار ثلث. قال: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث. وبعد قال إيش؟ والثلث كثير، إنك إن تدع عيالك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففهم الناس. أن تترك عيالك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فهذا الدين ليس خصما إطلاقا أبدا للمال، ولا يدعو إلى أن يضيق الإنسان على نفسه، كلا وبل لا. ومن تصور هذا عن ديننا فقد أساء فهمه. بل إن مرت فترة كذا على عقليات بعض المسلمين، ولا تزال هذه الفكرة موجودة، أنك إن عزفت عن الدنيا وتركتها وأهملتها فأنت قريب من الله. ولهذا وجدنا التبذل في الثياب، والتبذل في الانتعال، والتبذل في أشياء كثيرة، مع المكنة والقدرة والاستطاعة على أن يجمل حاله. لكن لا أبدا. العلماء إيش قالوا؟ قال: زين ثيابك ما استطعت، فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم. زين ثيابك ما استطعت، فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم. هل هذا المتبذل أقرب إلى الله من ذاك الذي حسن مظهره؟ كلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب المظهر الحسن، بل كان لا يخرج إلى أصحابه إلا متهيئا متحسنا متجملا. حتى استغربت السيدة عائشة، تقول: يا رسول الله، أنت تفعل هذا إذا خرج؟ قال: أحب أن أظهر لأصحابي بأحسن منظر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونجد أن دين الله سبحانه يقول مثلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما مذمة ولا أمرا سيئا أن يكون الإنسان لديه مال. كلا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام يقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد المنفقة خير من اليد المنفق عليها. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. حسد يعني الغبطة هنا. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، أي أفنى ذا المال في الحق، إذ لا سرف في الحق كما أنه لا حق في السرف. لا سرف في الحق كما أنه لا حق
في السرف، فسلطه على هلكته في الحق، كما يقول الشيخ أبو مسلم رحمه الله إذا يقول: المال لا شيء عندي كي أظن به، يعني يقول مال ما عندي مال، المال لا شيء عندي كي أظن به على الخلائق، ولا شيء يعني حتى على الموجود هذا الشيء القليل ذا، ولا شيء مبتذل، والشيء هذا اللي على القليل الموجود عندي أنفقه في الله ولله. وقال في مقصورته يقول: عقائل المال إذا أطلقتها، العقائل يعني المقيدات، مقيد المال الذي حبسته، عقائل المال إذا أطلقتها خلدت الذكر وأنت في الثرى، يعني خلدت ذكرك وأنت مقبور مدهون، إذا نفته هكذا وهكذا، يعني إذا قال بالمال هكذا وهكذا منفقا له في سبيل الله، يعني إذا نفته هكذا وهكذا شمائل في أهله فقد زكاه.